الاربعاء الخميس الثلاث جو كخوا ليسونسيال سي نكونوا حنا واجدين نقدموا الكور اللي معروفه على الرجاء ويلعبنا الكور اللي معروفه على الرجاء سي سيور ان شاء الله نكونوا رابحين. واش بالنسبه ليك الكره اللي معروفه قدمتها تربح لابد واش النتيجه واش النتيجه مضمونه على حسب اللاعب؟ انا اظن ان التفوق التاريخي ديال فريق الرجاء في مقابله الديربي على فريق الوداد الرياضي اللي كنحترموه ولكن وجب نقولوا ان التفوق ديالنا التاريخي كيحتم عندنا باش نكونوا في نهارنا باش نقدموا الكره اللي معروفه علينا. تفضل تفضل تكون غير باش نحسم التفوق التاريخي التفوق التاريخي وعندك ما كاينش شي تفوق كبير خويا كاين جوج مباريات اللي كاينين باش سميتو ولكن كاين ماتش هما كاع خرجوا فيه ما كملوش خصهم يكملوا معنا قبل ما نبداو فهمتيني وانا اخر سوفينير عندي على الديربي هو الهدفين ديال محسن ياجور اللي كنشكر المدرسه الرجاويه من هذا المنبر اللي عطاتنا منتوج جيد بحيث انه ماركا لنا دوبلي وعبر التاريخ اللاعبين ديال الرجاء اللي جاوا للوداد تيماركيو اما دوبلي ولا بدا تيعطيونا شي حاجه منهم بيتشو مارمون منهم بكار منهم بيدودان وياجور على ما اظن انا تنتنبأ بانه لاعب فتاح غادي يسجل غادي يدير البصمه ديالو في هذه المباراه بالنسبه للثمن ديال التذكره الله يخليك الله يخليك بالنسبه للاحصائيه ديال الديربي فهنا